مصطفى الخلفي على رأس الإعلام المغربية. بين انتظارات المهنيين وانشغالات المواطنين، هل يفلح المسؤول الجديد الإعلامي السابق في تغيير الإعلام السمعي البصري والمكتوب؟ عن أولويات القطاع وعن ممكنات الإصلاح يحدثنا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في 90 دقيقة للإقناع. حوار جريء ومباشر مع مصطفى الخلفي. 90 دقيقة للإقناع يأتيكم عند الأوقات التالية على قناتكم ميديان تيفي.